فأصبحت شركة سبيس إكس لاعباً أساسياً في السباق نحو الفضاء. أنشئت المحطة بقيادة الولايات المتحدة لخدمة المكوك الأمريكي. دعيت مركبات سويوز الروسية لتسيير رحلات إلى المحطة، لكن قدرات نقل المكوك أكبر بخمس مرات. كل شيء تغير في الأول من فبراير عام 2003 عندما انفجر المكوك كولومبيا أثناء عودته إلى الأرض. قتل رواد الفضاء السبعة الذين كانوا على متنه. لعامين ونصف توقفت الرحلات وتم تقليص عدد أفراد طاقم محطة الفضاء الدولية إلى 2 بسبب نقص الإمدادات. قرر الرئيس جورج بوش إيقاف البرنامج، وباتت مسألة تزويد المحطة الفضائية بالإمدادات مشكلة حقيقية. En 2011, la navette spatiale a été retirée du service, ce qui fait que la NASA a mis en compétition les différents industriels pour d'une part pouvoir expédier le fret vers l'ISS et d'autre part aussi les astronautes. نجحت SpaceX بالتحدي بفضل مركبة دراغون وصاروخ فالكون 9. في مايو عام 2012 أطلقت شركة إيلون ماسك أول رحلة لها إلى محطة الفضاء الدولية. منذ ذلك الوقت أرسلت الشركة أكثر من 100 بعثة وتفوقت على منافسيها. عبقرية إيلون ماسك تكمن في اللجوء إلى صاروخ قابل لإعادة الاستخدام، ما يعني تعدد البعثات وتقليل التكاليف. Tout le monde regardait ça d'un œil sceptique et puis progressivement on les a vus récupérer, puis ensuite réutiliser. Récemment, il y a un lanceur qui a été récupéré pour la 9e fois. بيسكي سيكون أول فرنسي يغزو الفضاء مع شركة سبيس إكس، وأول أوروبي ينطلق في بعثة من الأراضي الأمريكية منذ 10 سنوات.